اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. في عنا موضوع نقاش اليوم، يعني ان شاء الله راح يهم الكثير من الاشخاص. لما نتحدث عن الاعلام هو حديث بالفعل ذو شجن. اليوم راح نتحدث عن المنظومه المهنيه والاخلاقيه لمهنه الاعلام وخصوصيه اخلاقيات هذه المهنه تحديدا. بشرفنا يكون معنا الرئيس التنفيذي لمركز حريه وحمايه الصحفيين الاستاذ نضال منصور. اهلا وسهلا بحضرتك. صباح الفل. صباح الفل عليك، اهلا فيك. بدايه بس علشان كمان يعني الاستفاده تكون اكثر للمشاهد، مين يستطيع أن يطلق على نفسه لقب إعلامي؟ لقب كتير كبيرة، مهم يعني. يعني الأصل الأصل. طبعاً. أنا شوف أحكي لك شغلة بالموضوع، مش موضوعنا موضوع إنه مين بيطلق على حاله ومين بيطلقش على حاله. زي اللي بيطلق على حاله. الإعلامي. زي اللي بيطلق على حاله خبير. صح. يعني اللي بقول لك أنا خبير حقوق إنسان، واللي بقول لك أنا خبير في كذا في التنمية. يعني مين اللي بيقرر انه هذا خبير او مش خبير؟ مين بيقرر انه هذا مدرب او مش مدرب؟ صح. ممكن يكون اخذ دوره تدريب بس مدرب. مزبوط. نفس الشيء الان في زمن للاتصال وثوره الاتصالات، وهذا العالم اللي اصبح مفتوح ومش ممكن لاي سلطه سياسيه او اي سلطه اجتماعيه تسكره او تسيطر عليه او تسيطر عليه او تتحكم بمنافذه وبمنصاته. صار الموضوع مفتوح لكل انسان بانه يصنع اعلامه، بمعنى يعبر عن نفسه. هلا تعبير عن نفسه عن آرائه لا يعني أنه إعلامي أو أنه صحفي محترف. وبالتالي لازم نسأل السؤال، نقول مين بيستطيع يقول عن حاله صحفي محترف أو إعلامي محترف؟ هذا هون بندخل في قصص المعايير المهنية، ولما يطبقها الإنسان ويلتزم فيها بيصبح يمكن القول عنه بأنه صحفي محترف. بمعنى ما هو مطلوب من الإعلام المحترف لا يمكن أن نسقطه وأن نطلبه من واحد عنده صفحة على الفيسبوك أو على تويتر أو كذا. في الإعلام المحترف لازم يكون في صدقية، لازم يكون في عرض متوازن للآراء، لازم يكون توثق، لازم يكون كل معايير المهنية تم مراعاتها، حياد الموضوعية إلى آخره. إحنا هذا الموضوع أوكي، طيب كيف بدنا نقول لهذول الناس؟ هذول بنقول لهم بالصحف أو في التلفزيون أو في الراديو، بنقول لهم لأنه كمان في عندهم أدوات للمتابعة والمراقبة والمسائلة. عندك رئيس تحرير، عندك مدير تحرير، عندك كذا محرر ديسك. بس هذا اللي عنده منصة لحاله بده يحكي رأيه، ليش أنا بدي أطلب منه هيك؟ ولذلك لا يجوز وزن الأمور بنفس الاتجاه. نعم. الناس بتقول لك هذا كذاب. كذاب. لذلك إذا كان هذه أفعال تسمى أفعال علنية، إذا كان في ارتكب تجاوزات بحق أشخاص أو مجموعة، فاللجوء للقانون والقضاء هو وسيلة الإنصاف. وأنا بعتقد أنه ما بصير يعني نزعل من اللجوء للقضاء، لأنه هذه في دولة القانون، دولة العدالة، اللجوء للإنصاف ما في. يا أنه بدي أروح للقضاء يا بدي أروح أضربه. مزبوط. وإحنا بنحكي أنه لازم نلجأ للقانون. وإذا أنت، أنا طبعا شخصيا مثلا من الناس اللي ما بيرفع دعاوى ولا بيرد ولا كذا، لأنه أنا بعتقد أنه الجمهور يملك القدرة على أنه أيضا يفلتر ويفرز. وإنت زي ما كنا زمان أنه نحكي، أنت بتملك الريموت كنترول، تستطيع أن تستدير وأن تنتقل من أي محطة لأي محطة. فأنت في نفس الوقت في زمن السوشيال ميديا تستطيع تعمل ريموت بلوك اللي بدك إياه، وما تعطي للناس الناس التافهين، الناس هذا الوزن، الحجم والوزن وهذا الجدل. ولكن المشكلة الأساسية في المجتمع لازم نحكيها. طيب. إنه هذا التجاوب سلبا وإيجابا خطير. بيعكس حواضن مجتمعية رح نتحدث عنها. طيب. بس بدي أرجع يعني شوي لورا من قبل. هلأ أتفهم يعني موقف حضرتك تماما، إنه في الكثير من الأشخاص، وهلأ كل واحد صار صحفي وصار إعلامي يعني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بيعبر عن رأيه. في كتار من الأشخاص ممكن من خلال منصته إنه يعني يعمل على إثارة بلبلة أو كراهية، أو يتاجر في قضية معينة لها علاقة بالدين ولا وطنيات، وبالأخير بالفعل ممكن أن تبث
سموم صحيح. وانه يتاثر فيها مجموعه اكبر صحيح. يعني هون الخطوره. طب ما هاي كمان شراره، يعني الخطوره باستخدام كلمه الخطوره بانه بتنتشر لانه استخدم كلمه الاعلامي ولا لانه لا. عارف كيف يروج نفسه المحتوى. يعني في ناس مش حاطين لا صحفي ولا اعلامي عندهم فولوور بالملايين. مزبوط. في دعاء يدعون انهم بيحكوا في الدين وعندهم ملايين صح. وهم بيحكوا بنشروا تخلف بنشروا جن. في ناس دجالين عندهم ملايين من الفلوس مشعوذين. اذا القصه ما لهاش علاقه شو بتحط قدام اسمك ماشي، انك كيف انت بتروج نفسك وكيف تملك ادوات على السوشيال ميديا. وبالتالي انا مثلا على تويتر ما عنديش الا يمكن 3000 واحد. عرفت علي؟ في ناس يمكن ما عندهم مش الاطار المعرفي تبعي او كذا، عندهم ملايين احسن مني. مش معناته انه انا مش عم بقدم محتوى. انا متاكده، ما هذا عم بحكي لحضرتك طمام. يعني اليوم المشكله بالعدد وليس بي او بالكم وليس طب بي. شو نسوي؟ ما هون الفكره. احنا شو نعمل؟ احنا ما بنقدر نسوي. في مجتمع عم بتابع هذول الناس، رضينا ولا ما رضينا بعكس حقائق اساسيه انه هذا المجتمع بيعاني من الجهل والتجهيل. عقله غائب. انا بحكي عن هذه الناس التي تتبع هذول الناس، عرفت كيف؟ ولذلك بيصنعوا من هؤلاء أبطال ونجوم. بعكس ذلك ما بيصير هذا الموضوع. وهي الظاهرة ليست لدينا نحن فقط. أنا بتفهم أنه الرياضيين متابعتهم هذول النجوم، بتفهم متابعة الفنانين، عرفت كيف؟ لكن اطلعي أحسن الشعراء ما عندهم مش متابعين في العالم العربي، أحسن الباحثين ما عندهم مش متابعين في العالم العربي، أحسن العلماء ليس لديهم متابعين في العالم العربي. هذا الموضوع بتلاقي واحد مشعوذ دجال بيحكي عن الحجب ملايين بتتابعوا. هذا خطير. لازم نتأكد بأنه بدك تشتغل في داخل المجتمع على التوعية. ولذلك في إشي اسمه التربية الإعلامية في المجتمعات المتحضرة. في مشروع مهم هنا اللي هو كنا بنشتغل عليه زمان اسمه التعليم عبر الصحافة. اشتغلوا عليه اتحاد الناشرين الدوليين وان إفرا. كيف انك انت تدخل الجريدة على الصف، الحصة الصفية، وتطور الناس. طبعا اللي بتقدر تدخل السوشيال ميديا على الصف طبعاً. زمان كنا ندخل هذا الموضوع. بالتالي بتعلميه العقل النقدي والإطار النقدي والتفكير النقدي. احنا مشكلتنا في التعليم، ما هي كمان من العلاقة بالتربية صح، والعلاقة بالتعليم. انت عندك مشكلة في التعليم، هذا التعليم مش عم بيطلع ناس عندهم قدرة على النقد، على التحليل المنطقي، على نسق التفكير. هذه القضايا البحث للأسف يعني سمعية قد البحث. تكون تلقين في عندك واحد بيقود المجاميع بشكل غوغائي صح، وتتبعه وبالتالي لا تعمل عقلها. هذه القضايا اللي انت بتحكي عنها موجودة، ولكن انا ما بعتقد انه احنا بنملك اي وسيلة للسيطرة لحلول سحرية حتى نغير الوضع. لانه زمان كانت السلطة تملك الوسيلة الحجب والمنع. يعني انك تيجي تقول انه هذا الزلمة كاتب مقال مهم بتابعوه الناس، قصوه، ما عندوش وسيلة يطلع للناس صح؟ هل الفضاء مفتوح؟ هلا انت حتى لو حجبوا الصفحة تبعتك في مليون طريقة تعمل بوكسي وكذا طبعاً. وكذا طبعاً. فهذا الموضوع ملوش صار حلو. انت اليوم تتبوأ منصب مهم جدا، ويعني استمتت في الدفاع عن الكثير من الصحفيين سواء محليا او يعني في المنطقة. اليوم لما صحفي او اعلامي سميه ما شئت، مش ضروري يعني مش مشكلة التسميات، مواطن مسمي حاله شو ما كان آه. يسيء لشريحة كتير كبيرة من الاشخاص تمام. هدول ما إلهم مجال إلا أن يلجأوا للقضاء. هل القضاء بنصفهم؟ ما فيش مجال الواحد مثلا يقدم شكوى؟ هل تعتبر جريمة إلكترونية مثلا؟ يعني أنا كل حالة تدرس بحد ذاتها، يعني ما بصيرش التعميم. ولكن بشكل عام نعم لدينا مشكلة، لدينا فوضى موجودة على السوشيال ميديا. وهذا ليس تزكية للحكومة لعمل قانون جديد، لأنه بعتقد نحن لدينا قوانين. مواد قانونية كثيرة تستطيع أن تطال الناس. المشكلة أنه أحيانا الحكومة وأطراف مختلفة تكون مبسوطة وسعيدة في هذا التراشق أنا وفي هذا لا أستطيع إلا أن أوافقك تمام، أنه الناس تأخذها
بتاخذ الناس لفضاءات جديده، يعني بتاخذ الناس لحوار سلب يعني مش رئيسي، ومن ذلك الناس بده تناقش فيه بتنشغل فيه، وبتبعد المواضيع عن الرئيسيه بتتمرر بهدوء. هذول الناس الهامشيين اللي صار لهم صوت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتم استقطاب الآخرين، ركضوا وراهم لأنه شافوا أشياء ملفتة مخالفة للسائد غير متوقعة. كيف الناس بتروح على الموضوع؟ ما هلا أنا بطلع بشتم وكذا وكذا، بس عندي بجيب هذا الموضوع. الأساس أنه إحنا ما نروج لهذا الموضوع. إذا أنا عندي موقف بروح بستخدمه في إطار القانون، في إطار القضاء. حلو والله، بس لأنه حتى نحن وقعنا في الفخ يعني. تمام. هلأ كل الناس اللي عم بكتب أنا ما كتبت. عرفت علي؟ ليه؟ لأني بعتقد في عندي مشكلتين أو عندي قضيتين أساسيتين، أنه أنا في موقع بفرض علي كثير من الحياد. كثير من الحياد، بمعنى أنه قد يلجأ لك الشخص مضطرا، لأنه إذا أنت هو سجن أو أوقف بشكل مخالف للقانون بدك تضطر كمان تحكي انه اوكي احنا بنخالفه، لكن ما بنطلب مخالفه القانون ومعاقبته. القضيه الرئيسيه ليش عم بيصير معنا هيك؟ صح، ليش جذور المشكله يعني؟ بالضبط. نعم. انا موضوع يعني انا بدي اسالك سؤال، هو الاساءه للنساء مقصوره على واحد؟ لا طبعا، ولا هي فيها بيئه خصبه؟ للاسف في حدا بيسال رجال لسه لابس شورت لما يكون بمشي رايح على يعمل شوبينج؟ انا بطلع كل اسبوع بعمل شوبينج بالشورت، في حد بيسالني؟ لا، لاني اذا سالني بدي اشيل الكندره واضع على راسه على سبيل المثال. اوكي، لكن بينظر بشكل دوني للمراه ويتعامل معها بانها عوره وجسد. عرفت علي؟ وسلعه وتسليع الى اخره. فبالتالي المشكله وين؟ المشكله مش عند هذول، مش عند واحد، المشكله عند جذور تيار. طبعا تيار، طبعا تيار. ولذلك نحن نقول بانه المشكله لا تعالج بموضوع انه تقعد تشتغل في الموضوع. تشتغل في الموضوع، انت بدك تشتغل على تربيه، بدك تشتغل على القوانين. مظبوط، القوانين لا تجرب ولا تعاقب ولا. يعني في دول مثلا، في دول عربية نماذج للدول العربية، أعتقد الإمارات واحدة منها. يعني بيتم بالفعل التشهير بأي شخص يتحرش أو يسيء. كمان بدنا نسأل يعني عبر الصحافة أعتقد، إذا أنا مش غلطانة. هل هذا قانوني؟ ما أنا بنسأل كمان، هل قانوني ولا مش قانوني؟ يعني ولكن يضع حد، هل التشهير بمن يرتكب جرائم ضمن المعايير الدوليه لحقوق الانسان؟ انا بس بسال، ما بعرفش، يمكن يكون مش مخالف. بس هل هو رادع بالنهايه؟ نعم رادع. ما هو انا كمان بقدرش استخدم، بقدر امسك وعلقه. عرفت علي؟ ورادع. بقول له اذا بقول لك بعلقه من اجريه بنص الساحات العامه، بقول له اذا بتعيدها، عرفت علي، كذا بعيدهاش، بس هذا مخالف للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. عرفت كيف؟ لازم تعرف إنه أي فعل لا يعني أي فعل بيقوم فيه الأفراد في التعبير عن نفسهم ما فيش فيه عنف بندرج في حرية التعبير، ما لم يحرض على العنف. طب هو في عنف لفظي أيضا. أنا مش بقول لك ما لم يحرض على العنف، على الكراهية، على كذا. هذه القصص لازم تندرس، وبالتالي الفواصل بين حرية التعبير وبين حقوق الإنسان. أنا لا أريد أن أعطي شرعية لهذه الأفعال، ولا أريد أن أحصن هذه الأفعال، ولا أدافع عن هذه الأفعال. أكيد لا، ولكن إحنا كمان بدنا نعرف أنه هاي القصص ما بتتعالج بهذا السياق، لأنه رح تشوفي زي هذا مئات القصص، يمكن أكثر. لا، لأنه هذا وسيلة الآن للشهرة. نعم. وسيلة للتكسب. وسيلة لأنه يطلع على ظهورنا جميعا. صح. طب هلأ في ظل إحنا بالفعل عم نتعاطف فقط مع الأعراض السطحية لمشاكلنا، يعني ما هي شو المشكلة بالنهاية؟ بتلجب لها الجليد، مش هيك بيحكوا؟ بين الأعراض السطحية وجذور المشكلة مخفية، ويمكن نحتاج إلى العديد من السنوات للوصول إلى شكل إصلاحي حقيقي. تمام. لأنه أنت عم تتحدث عن منظومة مختلفة. تمام. سواء بالتربية، التعليم، حتى بمفاهيمنا في تفسيرات الدين. تمام. اليوم كيف نقدر نوقف هذا الحكي؟ يعني أنا محترمة جدا طرحك إنه أنت ما عندك حل سحري،
بس المفروض القانون يعني اللي هو اللجوء للمحاكم. هلا الاعلام الرسمي يعني مش الرسمي، الاعلام مش المعاصر الإعلام يعني المحترف. بعيدا الاعلام المحترف مش المفروض يكون له دور؟ عتبنا على الاعلام المحترف احنا اليوم. كيف انا بدي اوعي ايضا الاعلام المحترف يستطيع ان يكتب بشكل موضوعي في قضايا الاطفال والنساء ويخلق وعي وكذا، ولكن اسأليني انت كمان سؤال ثاني، قديش اللي بيشوف الاعلام قديش اللي بيشوف الاعلام المحترف؟ هذا السؤال الاساسي. انت عم بتقل وانت عم بتشوف المحتوى الاعلام المحترف من خلال السوشيال ميديا، يعني اذا ما بيروح لك هو ما بتجي انت. انا كنا عاملين قبل شهرين اللي هو الاعلام المحترف في زمن السوشيال ميديا. انت الان بعد شويه ما في شيء صحفي وبصور، انت كله مالتي تاسك، تشتغلي كل شيء. اذا ما بتشتغلي بتنقرضي، جهاز صغير كمان بتنقرضي، بتروحي خلص برا المنافسه. كنا بنحكي انه هاي القنوات الفضائيه قديش نسبه من يرى القنوات الفضائيه من خلال السوشيال ميديا من خلال الموبايل، صح؟ قديش الناس بتروح بتقعد قدام الشاشه هيك بتتفرج بتخصص وقت، صح؟ نعم. وقديش الناس بتشوف المحتوى من خلال الموبايل. يعني هو ربما يكون النقاش بيبعث على الإحباط. فعلا طبعا، لأنه ما عندنا حلول أمام قضايا بعضها مدمر وبعضها مسيء وبعضها بحسسنا بالفاجعة اللي إحنا منعيشها، ولكن إحنا بندفع يعني اللي زرعناه بنحصده قاعدين. ما عملنا في التعليم شيء كويس، قاعدين بناخد هذا الموضوع. ما عم نشتغل على التدريب كويس، قاعدين بيطلع لنا هيك. فكر التنوير للاسف مهمش. تمام. يعني ما في محارب. عندك في عندك تخلف تحت مسميات كثيره عادي. الاخلاق تحت مسميات الدفاع عن القيم المجتمعيه اللي انت ما بتعرفيها شو هي، يعني في الاردن والعادات والتقاليد بالضبط. بالاردن مين عنده مسطره يجي يحكي لي بالضبط هذه هي الاخلاق، هذا هو اللباس، هذا هو الكذا؟ ما في، لانه المجتمعات في تحول سريع جدا جدا جدا. وما يجوز انه قبل 50 عام ما بجوز كان وضعنا أفضل. طبعا طبعا، وهذا كمان مفارقة، لأن المجتمعات كانت أكثر صحية، وكان المد المد هذا اللي استخدم الدين، استخدم الدين غطاء له، عرفت علي؟ ما كان عم بيعمل غزو فكري. صح. لأن طلع على مصر بالخمسينيات وفي الأربعينيات هي أحسن من مصر الآن، عرفت علي؟ طلع على الأردن إلى آخره، قصدي على أنا يمكن أركز على موضوع عقول الناس. حتى تطلع على الشوارع بتلاقيها أنظف، ما في حدا بيمسك ورقة وبزتها في الشارع. اطلعي هلا شو بيسووا الناس. هاي المنظومة القيمية الأخلاقية اللي هي الجميع المفروض إنه يوافق عليها، بس يعني الكثير ينظر ولا يطبق يعني بالنهاية. سؤال أخير لحضرتك. تمام. وإذا ما نرجع نحن اليوم للإعلام المحترف، وفي ظل ابتعادنا جميعا قد نكون يعني بدناش نعمم طبعا عن يعني القراءة تحديدا، وهذا السيطرة الخرافية على عقولنا من خلال وسائل إعلامية، وفي ظل أيضا وجود جهات تمويل لوسائل إعلامية بتضلها هالوسيلة أسيرة لإلها، اليوم الواحد مين بيصدق؟ يعني أعطينا تيبس أنا اليوم إذا بدي أعرف تفاصيل إلها علاقة بما يحدث في الوطن العربي أو بالأردن، كيف بدي أعرف أي شاشة هي هاي ما عندهاش أجندة ولا مش ممولة؟ هو أنت بدك تسألي كمان السؤال، هم الناس بدهم يعرفوا الحقيقة ولا بدهم يسمعوا صدى صوتهم؟ حقيقة. أنا بدي لا أعرف قديش في ناس بدهم يسمعوا الحقيقة وقديش الناس بدهم يسمعوا صدى معتقداتهم. هذيك اليوم كنت عم بقرا تعليق مهم جدا، انه احنا بنحط على الفيسبوك الناس مش المختلفين معهم، الناس المتفقين معهم اللي بيشبهونا بيشبهونا وبالتالي ما بطل منصة للحوار والاختلاف وتطوير الاراء وبناء كذا وصداقات، صار هو عبارة عن هذا كويس معي اخ بخليه، هذا بمدحنيش يلعن ابوه وهكذا. هلا هو السؤال انه كيف بدنا نعمل نغربل هذا المحتوى. هذيك اليوم قديش كم من مليار نمو سوق المبيعات في الكتاب في فرنسا، قديش احنا وضعنا كم من مليم بس لذلك القصة انت بتعتمدي
هاي كمان مسألة نسبية، يعني أنت بتروحي لوسيلة الإعلام المحترفة اللي أنت بتعتقدي أنه هاي بتعطيك المعلومات الصح من خلال خبرتك. أنا رأيي أنه الإعلام سهل كشفه. إذا اليوم بيكتب خبر وبعد يومين ببين كذب وبتكرر هذا الموضوع، الناس ما بتصدقوا. كل الأشخاص المطلعين تمام. يعني ممكن يكون سهل، بس كثير من الأشخاص بصراحة تمام. ولذلك أنا قلت لك هو الموضوع له علاقة بأنك أنت كيف بتدقق المحتوى. يعني أنا أول ما أطلع وأنا عم بقرأ في التويتر أي روابط للمؤسسات الإعلامية بستطيع أني أقول طب وين هذا المصدر؟ وين المصدر؟ هي وين هذا المصدر؟ السؤال أنا وين المصدر؟ من وين المعلومة؟ يعني مبارح كنت بحاول أعرف بالضبط إيش بالضبط احتوى الرد القطري على الأزمة الخليجية. لقيت رابطين بس مصادر. ولما جيت أكتب قلت هذا تحليل مش معلومات. بتوقع كذا، عرفت كيف؟ طبعاً. هذا الموضوع هي احنا عندنا مشكله كمان في ظل هذا ثوره الاتصال، ظل فوضى المعلومات الهائل اصبح التدقيق في المحتوى. ولذلك الان بدات وسائل التواصل الاجتماعي تحط اللي هي التطبيقات اللي بتكتشف الفيك نيوز. مزبوط. احنا الان بتعرفي بتستطيع انك تدقق الاخبار من خلال نفس تطبيقات على الـ على الـ على الـ على الكمبيوتر بسهولة. وهلا انتشرت هذه القضايا في الغرب اللي هي إعلام سموه إعلام ما بعد الحقيقة. إنه أنت من كثر ما بيكذبوا بيصنعوا الحقيقة. الأفترماث هاي يعني احنا للأسف يعني وقتنا انتهى، بس يعني في الكثير من القضايا الملحة اللي إن شاء الله بنحب جدا نكسب وجود حضرتك تمام. معنا. تمام. صباحكم فل وياسمين. خليك. وصحيتوني بدري، شكرا لكم. الله يسعدك، احنا مبسوطين. هلا أنت مش عارفة كيف. أنا برجع أنا مرة ثانية. يعطيك ألف عافية أستاذ نضال منصور، شرفتنا. أهلا بك. أهلا. مشاهدينا بعد الفاصل نرجع وحضراتكم ونستكمل فقرات برنامج حديث اليوم.